ايه يا جماعة، عاملين ايه؟ انا شايف والله اللي انتوا عجبتكم السلسلة ديت قوي، وان شاء الله كده هنكمل فيها بدعمكم طبعا. يعني متنسوش اللايك والاشتراك، وبينا يا باشا على الفيديو. خش سي مهمة ديت مهمة بدون صوت. عارف نروح فين؟ العربية دي غريبة كده، ليه بتكحط؟ افتكرت المهمة دي. انا زمان بقى انجتر بجد، انا زمان كنتش اعرف ان احنا لازم نعمل السبراي ده. كنت عامل سكيب للحتة دي. كنت بعمل ازاي اعمل كده عشان العربية تتفتح؟ لا لا، كنت عبيط زمان. هي بتطلع ولعة تقريبا. وانا هبب ايه؟ شامو عليك، استغفر الله العظيم واتوب اليه. مش عايز اتخانق معاهم. سلام عليكم. بص بقى، انا اقول لكم على حركة حلوة يعملوها. يا خد انت دي تقدر تفتحها بس كده. ناو كلام، ناو اصبروا يا جماعة، بيتكلم هذا شاطر. بس كده. السلاح، نفضل نجمع في الاسلحه دي يا جماعه كل ما نراس بين علشان ناخد اسلحه ونختم المهمات بشكل اسرع. وقته. طب شكرا شكرا. يلا والله ما فاهم اي حاجه. خش ورجعنا تاني بعد القطعة الحلوة ديت. طبعا يعني لا، ما كنتش عايزة تخش، حملتها من الاول وكمان عدت المرحلة من الاول وطلع عيني بالعربي. خلاص شكرا، تمتنا وخلاص. يلا كده. تمسك علم مصر ده ولا ايه؟ ايوه يا عم، ايوه يا رايدر. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده، مش محتاجة حاجة ده تقريبا بيقولوا له كلمتين الوداع ده لو في كلام اساسا بيتقال. مالو وش سيجي يعمل زي البومة كده على مصر؟ اخذوه. صح يا مصر. انا اسف، انا اسف. ايه ده كله؟ طب بص يا رايدر، هنلف لفه كده ونقولها. شيت. طب ايه؟ طب اهو. يلا بينا يلا بينا يا رد. يخرب بيتك يا رايدر. بس كده. بس. Fuck them Grove Street fool. Grove Street going down. اهو ابلع منك له. ايه ده؟ مين تاني؟ ولعت فيه. علمناهم الأدب. اختي اركب يا رايدر.
بس شو اسم الديزل انا لو قفش كله بس روفي ستريت هوم بس كده. شكرا يا ريدا. ده مستنينا later homie. بص هو ايه هديلك واحده بوينت كده ايه ونعمل مهمه تانية يلا مشكله عشان بس يعني ما تنسوش اللايك ده اهم حاجه هي والاشتراك ده الاشتراك اهم من اللايك كمان المهمه دي تقيله انا عارف بنشتري دجاج لبيج سموك بيخسمو طبعا احنا عارفين الكاتسين ديت اللي ملهاش صوت اجروا على العربيه ديت اجلد هذا اللي بيضربه اضرب يا رايدر بس هاد ما الحشره بنجاح بس كده اسنان طبعا الضرب في العربية ده كله عربيتنا ما حصلش اي حاجة قدر على كل شيء بس كده شكرا بس اوصل بيج سموك شغالين عنده احنا بس بس شكرا شكرا انا بيج سموك على الكلام وبس كده يا جماعة كده احنا خلصنا المهمة المهمات عامة يعني ياريت يعني لايك والاشتراك عشان اكمل في السلسلة دي عشان اعرف انتوا عايزينها ولا لا عشان لو لقيت دعم اقل على السلسلة ديت يعني انا هتعب في نفسي على ايه لبواغد يعني اللعبة كل شوية بتكرش فيعني لايك والاشتراك يعني خلينا نستمر في السلسلة ديت نشوفكم على حلقة جديدة يلا سلام والحفرة في المقشة